المخيم تبعنا نهائيا. في خيام نزل الخيام على 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 اهلها، كسر الخشب اللي موجود بالخيام، ومنطلب من الله ومن اللي قادر يساعد هالمخيمات يساعد. نحن هون اخي باعلى مرتفعات جبليه بمنطقه ثلجيه، ونحن هان الثلج بأثر علينا بالأمطار والثلج، فنحن أخونا منطلب من الجمعيات أن تدعمنا بمادة المازوت درجة أولى بالتغذية وبالشوادر للخيام وخشب. هذا نحن منطلب من الجمعيات، لأنه الثلج يا أخي بارد وجليد، يعني بالليل عم يصير جليد، يعني الأولاد بدها تتدفى والختيارية بدها تتدفى والنسوان بدها تتدفى، يعني إذا ما كان في موجود هالشيء الحياة تعيش. في أعلى المرتفعات، في أبرد منطقة في عرسال، ونحن يعني كل شتوية بتمرق من عينا بهالموضوع، من موضوع الثلج. هالثلج اللي بينزل في خيم تتكسر الخشب منه، في خيم بتدلف، في خيم تنبع من الأرض. نحن منعينا كثير من موضوع الخشب، من موضوع الشويدر، من موضوع الصبيات. ما في العالم اغلبها صبياتها صارت تخونه، ما عم تدفى العالم هان الجليد. نحن يعني المساء بصير في جليد، بصير في زحيق، بصير في موضوع نقص بكل شيء، نقص بموضوع ماده المازوت، نقص بموضوع الاغذيه. ونحن اجينا موضوع كورونا، يعني هذا ضر العالم اكثر واكثر. عندنا هون ثلاث اربع مخيمات بعبت جرد وادي عطا. عندنا مخيم الأرض الخضراء، مخيم طفيل، مخيم دعيبس، مخيم العقبة. هدول المعاناة، هدول دائما الشتوية بتبلش من عندهم ثلج. إذا بينزل تحت مطرهم بينزل ثلج، بتسكر الطرقات عليهم، بتنبع المي من تحت الأرض من عندهم. وهي المعاناة مثل ما أنك شايف، معاناتهم أنه دائما في برد ومصروف مازوت كتير. والحمد لله شو بدنا نعمل، يعني هذا الكاتب علينا رب العالمين.